بتقول ونسيت اللي قبلك والبعدي. مبروك ثلاثي يا ستوني. ميرسي. بطلت عادة ما هيك؟ لا والله عطول في هيدي الرهبة وعطول بتخاف انك ما تاخد ياس لانه اوقات الانسان يعني ما في انسان كامل ما بتعرف اي متى الله ما بوفق. اوقات بيكون فنان معروف كتير بيطلع على المسرح ممكن العالم ما تحبه بيكون مزحط بمطرح او مثلا صوته خانه او في كتير اشياء في عوامل كتيرة صوته دايما ما تقولوا انه ما في عنا ثقة بالتصويت بالعكس عم تشوفوا اهم كمان الاشخاص كانت صوتها حلوة كتير فلت باول برنامج ونسيت الابليك والبعديك هالوحروف اللي